خلينا نشوف هذه الشهادة لشقيق إحدى الفتيات المختنات اللي توفوا أو اللي هي يعني مصابة بآثار، هي لم تتوفى ولكن مصابة بآثار صحية ونفسية نتيجة الختان، والختان كان على يد طبيبة. ده أخوها بيتكلم. هنخرج فاصل وبعدين نخرج فاصل ونرجع نوصل هذا الحوار. القصة حصلت من 3 سنين. أهلي كلموني وأنا بره، قالوا لي تعالى عند الدكتورة كذا، المفروض الدكتورة نسا وأنا عارف. فرحت هناك لقيتهم ختنوها، فأنا فبدأت أزعق معاهم، قلت لهم عملتوا ده إزاي؟ ليه؟ إيه السبب؟ قعدوا يقولوا لي الكلام إن الدكتورة قالت إن ده كويس، إحنا اتعمل لنا كده وإحنا صغيرين، إحنا شوفنا ده بيتعمل للبنات التانية، ف هما متعودين على الموضوع، شايفينه ان هو عادي. بعد كده بدأت احس ان حسيت ان انا محتاج اخد رد فعل تجاه الموضوع بشكل ما، مش هينفع اسيبه يعدي بالشكل ده. ففكرت ان احنا نكتب بوست على الفيسبوك عن الموضوع بحيث ان يحصل نضغط على الدكتورة بشكل ما بحيث ان هي تبطل اللي بتعمله ده. وفعلا كتبنا البوست انتشر، بدأت مجموعة من الدكاترة هنا في الفيوم تأكد ان الموضوع فعلا حصل، وان هم عارفين ان هي بتعمل ده وهي مش عايزة تبطله. ففي نفس الوقت البوست بدأ يضغط عليها، بدأت هي تتواصل معانا عن طريق حد يعني كان في صلة بينهم، وبدأت تطلب منا ان احنا نمسح البوست مقابل ان هي هتبطل تعمل ده بشكل ما، هتبطل تعمله نهائي. خلاص احنا كان لما فكرنا في الموضوع لقينا انه انسب حل، احنا مش هنقدر ناخد حاجه من اكتر من كده، فوافقنا وخلاص هي المفروض بطلت ده بشكل نهائي، واحنا اتاكدنا من ده فوافقنا على الموضوع. بالنسبه للاقاليم، لان هو الموضوع منتشر اكتر في الاقاليم، فيبدا يوعي الناس اللي حواليه بقد ايه الموضوع غلط وجريمه في حق بنته، وما يعملش ده باي شكل من الاشكال.